يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية وطلب مني المصدوم الشهادة معه فأبيت ذلك، فهل علي إثم؟ كيف؟ يقول حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية فطلب مني صاحب السيارة المصدومة أن أشهد معه فأبيت ذلك. يشهد على أي شيء؟ أن فلانا صدمه. يعرف إذا كان يعرف فلان اللي صدمه هرب يشهد، ما إذا كان ما يعرفه كيف يشهد على إنسان مجهول؟ نعم.